السيد الحلبوشي من المستحيل أن يعطي أصوات نوابة لمنافس مثل السيد سالم. وأعتقد كثير من الذين انتخبوا السيد الشعلان يعني سوف يدوا بأصواتهم لصالح السيد المشهداني. قرار المحكمة الاتحادية أقر بأنه بأي جلسة من الجلسات يناقش موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب حصر التنافس بين المرشحين السابقين ولا يحق لأي نائب الترشيح من جديد، بما أنه لحد هذه اللحظة لا يوجد هناك توافق بين الكتل السياسية لاختيار أي شخصية معينة. لذلك كان وجهة نظري، بل أعتقد بأنه وإن جرى التصويت فلا أحد سوف يحصل على النصاب، وسوف تؤجل أو ترحل هذه الفقرة إلى جلسات أخرى لحين التوافق بين الكتل السياسية.